جلسة إذن البرلمان التونسي مجلس نواب الشعب التي عقدت قبل ساعات وكانت فيها مسألة حجب الثقة أو طرحها لحكومة حبيب الجملي التي جرى تشكيلها أو الوصول إلى صيغتها بعد مخاض عسير حسبما أعلن الحبيب الجملي وهو يقدم بيان تشكيلته الحكومية أمام مجلس نواب الشعب التونسي. هذه الحكومة التي أراد الحبيب الجملي وكان وزيرا سابقا لشؤون الفلاحة أو الزراعة في تونس ويقدم نفسه باعتباره مستقلا ولا يحظى بغطاء سياسي، كان قد فشل في الوصول إلى تشكيلة ذات صبغة سياسية بحكم إخفاقه في الوصول إلى تفاهمات مع جملة من الأحزاب على رأسها حزب تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد وحزب قلب تونس الذي يتزعمه المرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي. ما كان من الحبيب الجملي إلا أن ذهب إلى صيغة حكومة من الاختصاصيين أو من ذوي الكفاءات، وقيل فيما قيل من بين التونسيين أنه شكلها على عجل، الأمر الذي ألقى بظلاله حتى على نظرة بعض المراقبين التونسيين بأن هذه التشكيلة ربما افتقرت حتى إلى معيار الكفاءة أو النزاهة بحكم بعض الأقاويل التي جرى ترديدها فيما يخص بعض من تم اختيارهم. على أي حال، هذه التشكيلة الحكومية 131 عضوا من بين الأعضاء الحاضرين في هذه الجلسة امتنعوا أو بالأحرى صوتوا بعدم منحهم الثقة لحكومة الحبيب الجملي، فيما لم يصوت إلا 71 عضوا فقط، ما يشير إلى ربما على الأقل حتى هذه اللحظة الأنباء لم تتأكد، لكن على الأقل كتلة نواب حركة النهضة صوتت لصالح الحبيب الجملي على الأقل، هذه على الأقل استنتاجات حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد، وربما بعض المتحالفين مع حركة النهضة التي نالت الأغلبية لكنها أغلبية ليست مريحة ولا يبدو أنها ستكون مبعث ارتياحا في أداءات الحكومة التونسية أو في طريقة التعاطي بين المكونات السياسية والحزبية التونسية وبين حركة النهضة. الأغلبية تبدو ضئيلة وليست مريحة بحال من الأحوال، وفي الاختبار الأول الذي تخوضه الحركة للتصويت يبدو أنها أخفقت إخفاقا واضحا. نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس كان له تصريحات بدت واضحة تماما أن الحزب لن يمنح ثقته لهذه الحكومة، ويرى أنها ليست بمعزل عن بعض التفاهمات أو التوافقات السياسية الحزبية الضيقة التي أعلن الحزب ومنذ اللحظة الأولى رفضه تماما الانغماس في هذه الحكومة. الجلسة انتهت قبل لحظات، عملية التصويت انتهت وانتهت، وكما أشرنا وأشرنا في هذا العاجل بأن 131 عضوا صوتوا برفض منحهم الثقة لحكومة الحبيب الجملي. الأمر سيعود مجددا إلى الرئيس التونسي قيس سعيد الذي سيتعين عليه اختيار شخصية أخرى لكي تبدأ عملية تفاهمات أو توافقات سياسية مع الأحزاب أو إنشاء أن يقدم تشكيلة حكومية يبتعد فيها عن القوى الحزبية والسياسية التونسية ليقدم تشكيلة أخرى من الاختصاصيين أو من التكنوقراط، لكن على الأقل قد يبدو الإعلان الأكبر الذي يمكن أن يطرح أمام هذا التصويت أنه رفض ربما لطريقة إدارة حركة النهضة ربما للتشكيلة الحكومية التي قدمت على أساسها الحبيب الجملي باعتباره من بين المستقلين وليس منتميا إليها، لكن على ما بدأ من عملية التصويت هذه فخيار حركة النهضة وخيار الحبيب الجملي لم يجد نفعاً.